السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله. أما بعد، نراجع أولاً ما أخذنا في الدرس الماضي، ثم نبدأ بإذن الله تعالى الدرس الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسن عند قبل قراءة القرآن أن يستعيذ. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. قلنا في الدرس الماضي أن كل من تمرد عن طاعة الله فهو شيطان، والشياطين ينقسم إلى قسمين، شياطين جن وشياطين إنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمي الشيطان بالشيطان الرجيم لأنه مرجوم يعني مطرود من طاعة الله، أو لأنه يرجم بني آدم من طريقين، من طريق الشبهات ومن طريق الشهوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الغريب أن قارئ القرآن الآن عندما يريد يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أنه الآن هو في طاعة ليس في معصية. يعني ممكن لو وسوس لك الشيطان وقال مثلا يعني انظر إلى المرأة التي تمشي وكذا، إيش تقول؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ هذا عند المعصية. طيب لماذا الآن عند قراءة القرآن نستعيذ؟ نعم أمرنا بهذا، لكن قال بعض العلماء رحمهم الله أن الشيطان لا يريد منك أن تتدبر في كلام الله، ولا يريد منك أن تقرأ القرآن. ولهذا عندما سئل أحد السلف قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم؟ قالوا ما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ الشيطان لا يبحث عن هؤلاء الذين هم في الضلال، نسأل الله عليه والسلام، لأنهم في ضلال أصلا، هم شياطين أصلا. يبحث عن من يريد الهداية، يقرأ القرآن، يصلي، يأتي الشيطان. يعني عندما يؤذن المؤذن الآن يفر الشيطان، هذا معناه أن الشيطان موجود أين؟ في المساجد. نعم. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، تفهم. ولأن طريقة السلف الصالح أنهم في كل يوم يحفظوا وينظروا في معاني هذه الآيات واستعينوا بالله على العمل. نعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرنا أن هذه الآية فيها الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة هي التوحيد. نعم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكرنا أن دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دين واحد، ولا يوجد شيء لا يهودية ولا نصرانية، إن الدين عند الله الإسلام. ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، ما جاء به عيسى عليه السلام هو الإسلام. الأنبياء والرسل دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام، وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بدعوة التوحيد، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا غاية البعد عن كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وذكرنا أن القضاء شرعي وكوني، وهنا في هذه الآية قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
وحقيقة التوحيد قلنا الجمع بين النفي والإثبات. نعم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك، وشيئا نكرة تعم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك أكبر أو شرك أصغر. نعم. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات الشرك، ولأن بعض العلماء يسأل أحيانا يقول أعظم المحرمات الزنا، تقول لا، أعظم المحرمات هو الشرك، والدليل قول الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى هو الشرك، وذكرنا أن مراتب المحرمات أربعة: صغائر، وأعلى منها كبائر، وأعلى منها الشرك الأصغر، وأعلى منها الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وذكرنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقلنا عليه اعتبار لابد أن نحذر من جميع المحرمات: صغائر وكبائر وشرك أكبر وشرك أصغر. نعم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من فضائل من وحد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك، وبقدر ما يحقق من التوحيد ويترك الشرك يحصل له هذا الفضل المذكور في الآية: أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. نعم، نسأل الله من فضله. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة، إماما يقتدى به، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، قانتا لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مدبرا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، شاكرا لأنعمه، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوارح. فلابد أن نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، إمام الحنفاء. نعم.